هنا رجعنا معكم في اللايف مرة أخرى وباش نحكيه توا مع رينا مروان كما قلنا باش نحكيه على كارير هو كرابر وباش نحكيه زاد على غنيته You Never Know وكيفاش هو معناه تغرم بالراب وبالموزيكا ونزيدو نحكيه شوية مع صبري معناه وصفا باش يتعدى جو مزيان برشا خليكم معنا هاتوت ليك المهران ليك هو العيب طيب عزيز شو تكي ما هو حفل على غفلة مهران فهمت هاي غزي كهوش نعم ادخل اللي يقول دينغ ونرجع معكم من جديد في بلنوي العشرة وتسعة واربعين دقيقة نرجع مع مروان رينا نحكي شوية على موزيكتو على الراب على الغرام هذا الكل مروان رينا رابر تونسي مقيم في السويد قبل كل شيء مروان كيفاش جاي الغرام تاع الراب علاش اخترت الراب بالذات والله يا غازي ما اخترتش هو راب شوف توين كي تغربت معناتها في اج دو 17 فهمت انت واحد عرفت صغير فهمت وحده معناتها خرج لبلاد يلقى روحه وحده بلاد بارده عباد اخرى منطاليتي اخرى ما لقيتش حد فهمت ما لقيت حد ما لقيت حد ما نكذبش عليك لقيت كان ستيلو غازي صاحبي كي ما نلقى مع شكون نحكي معناتها نشد ستيلو ونبدا نفضفض نبدا نكتب كتبت برشا وما زلت نكتب فهمتني وتطورت الحكايه فهمتني وفي نهار من نهارات قابلت المهبول هذاك وتمت العمليه به مي غرامي كتيبه معناتها بون صحيح معناتها توا معناتها الواحد في الموسيقى اش تسمع جينيرالمون بشكون هكا تغرمت في الموسيقى والله بالكل نسمع كل شيء معناتها من قول احنا ما نسيبش حاجه معناتها نسمع كل شيء نتبع كل شيء معناتها كيفاش مغروم بالموسيقى الكل اما بون طلعت احنا من الهيب هوب من السول ميوزك فهمت كيفاش من قولوا احنا ايامات معناتها 97 وفهمتني 95 فهمتني نسمع معناتها نسمع السنوك نسمع التوباك نسمع الجيم فهمتني نسمع معناتها نسمع البرشا قولوا قدم وقولوا احنا في الهيب هوب فهمتني هو الراب احنا تو كان مثلا نشوفوا تو الجيل هذا اللي طالع مثلا نقولوا احنا بتاع الراب لقاو نوعين معناها الراب اللي تنجم تسمعه مع الفامي ولا تنجم تسمعه مثلا وما فيش كلي انت تفهم فيه دورتي والكلي انت ستيل اللي تحب ذو والله يا غازي شوف ولا عملهم الزوز خلينا يا غازي راني نكتب معناتها شوف ولا نقولوا فما فيلينغ في الكتيبة صحيح بالفيلينغ مش مربوطة بأن مثلا هذه دورتي وهذه صحيح كليل. ما مانيش مربوط معناتها شوف واحد معناتها متغرب 20 سنة معناتها فهمت كيفاش نعيش في السويد معناتها في ستوكهولم في بلاصة معناتها ما نجمش نحكي لك ما نجمش نوصف لك فهمت كيفاش تتنحك العقلية اوصف رينا اوصف ما تنجمش توصف لهم معناتها ما تنجمش معناتها باللي باش توصف ما 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 معناتها التصويره مش باش توصل صحيحه فهمت كيف باش وضح شويه تنحاتك العقليه اللي معناتها الموجوده بالنسبه لي يعني تنحات ما عادش عندي معناتها يجيني احساس نهبط كتيبه نشوفها بعد ساعات كتيبه نقاها معناتها ديرتي بعد ساعات نقاها كتيبه نظيفه بعد ساعات نقاها كتيبه كلها حزن نكتب معناتها على الحب نكتب عربيه فصحى معناتها النجم نسمع كاني توا غنايه عربيه فصحى معناتها بالكلام انت اللي كتبت على الصحاب كتبت على الحب كتبت على الفلوس كتبت على الغربه كتبت سيسا بالضبط سيسا الاقلم هو صاحبي معناتها نشد الاقلم نحكي اني تيتر من التيتر اللي عندك اوروبا كذبه كبيره عندي اوروبا كذبه كبيره عندي شواتين عندي فقر وتقير عصفور ما قادر يطير في بلادي بالهم تحير عندي you never know when it's time عندي نجيو you never know when it's time شنو تنجم تقولنا عليها خاطر هذيا باش نسمعوها بعد شوي لا you never know when it's time شوف ميساج كبير برشا وقوي ميساج كبير برشا وخاصة كي تبدا تعيش وحدك ومع روحك فهمت
شوف راهو اللي تغرب من ربي يتقرب. هاي وفهمها انت. صحيح. فهمت؟ صحيح. مش سهل نقول. سي اللي تغرب راهو من ربي يتقرب بالسيف علي. باهي. فما قوة، فما تحدي عندك انت ظاهر في كلامك، ظاهر مش سهل الغربة الفترة اللي مريت بها. قداش عندك في السويد؟ من 97 خويا العزيز. مش شوية. فتنا العشرين. فتنا بالقدام. باهي. باش نسمع أغنية You Never Know، باش نسمع زادا صبري بالعيد، شنو عندك صبري؟ شنو تحب باش تحب نكمل؟ والله نعملوا شنو تحب، أنا عندي غربي تونسي برشا حاجات. باهي، نمشيو نسمعوا You Never Know، نمشيو لموجز أخبار الـ 11 مع هجر نوالي، ونكملوا معكم الزوز في شوية لايف هكا في بيان سور السهرية بتاعنا بعد الـ 11. يلا، You Never Know، رينا توت سويت. يلا ميرسي بوكو اللي تبعتونا الكل، سيتي لو لايف من سهريه بلو نوي ليله، و بيان سور حكينا في برشا حاجات مع صبري مع رينا مع الكل. يلا وميرسي على الكومنتير.